السلام عليكم، معكم لاعب نهار مشاري النهار، لاعب منتخب الكويت للكاراتيه ولاعب نادي خيطان في الكويت. عمري 15. كانت البداية كنت في صف أول ابتدائي، لأن دخلت مع أخواني الكبار يلعبون، كانوا في نادي كابو، ودخلت وياهم وحبيت اللعبة واستمريت. تفاصيل لعبة الكاراتيه، أول شيء هي لعبة قتالية، ولعبة لا تؤدي للخطر، وفي منها شيء اللي هي كاتا وكوموتي. الكاتا اللي هي تسوي حركات يعني تسوي حركات ما في يعني ما في طق فيها او شيء شيء. اما الكوموتي يكون واحد ضد واحد، وتكون اللعبه عباره عن تاتش، ما في قوه فيها، وتكون عباره عن ان اذا طقيت بايدك نقطه، اي طقه بالايد نقطه، واذا طقيت برجلك بالبطن او بالظهر نقطتين، واذا بالراس 3 نقاط، او اذا طيحته وطقيته 3 نقاط. اي نعم، لعبت انا وللحين العب كره القدم في نادي خيطان، وكنت في منتخب الكويت لكره القدم، بس كملت في الكاراتيه. استفدت بالكاراتيه اللي ان تكون شخصيتي قويه ولياقه وصحتي زينه وجسمي زين، وان يعني هي مفيده جميع الأشكال. لعبت نزال ضد بوسني في بطولة الدوري العالمي، أول بطولة لي. لعبت وياه، ما أنساه النزال، لأن اللي يفوز فينا يصعد نهائي رأس مجموعة. فالحمد لله فزت عليه بنتيجة 2-2 السنشو وياه، اللي هي أول نقطة وياه. كانت مباراة صعبة جدا، واللي ضدي كان خصم حيل صعب، فحسينا بمنافسة قوية ومتعة في المباراة. أتمرن في اليوم تدريبين، مرة قبل الفطور ومرة بعد الفطور، هذا في شهر رمضان. قبل الفطور يكون تمرين خفيف ساعة 40 دقيقة كذي، أما بعد الفطور يكون تمرين تكنيكات تطوير اللعب، نفس السوالف شلون تكون ناجح في دراستك وفي رياضتك، أنك تنسق وقتك وأنك ما تتكاسل وتدرس أول بأول. فمن ترد من المدرسة تدرس شوي، وبعدين تروح تتمرن تلعب، بعدين تروح تدرس كذي، لان اذا دايم درس راح تمل. فان تكون عندك شغلتين في اليوم افضل. اصابات خفيفه، اصابات الكاراتيه خفيفه جدا، لان لعبه عباره عن تاتش ما فيها قوه. واقوى الاصابات، مو اقوى يعني، ان الاصابات الغالبه تكون كدمات رضات كذي، بس بعض الاحيان تؤدي للكسر. استفادها اللاعب في شد ما شد، اللي هو استرتشات وتلين عدل قبل اللعب. أما الرضات، إنك تحمي جسمك عدل وانت تلعب بالمباراة، تحمي وجهك، تحمي يعني إنك تحمي نفسك. إذا عندي نزال ضد لاعب في فريق ثاني، شلون ألعب عليه وأعرف نقاط ضعفه؟ اللي هي إني أتابع مبارياته قبل، وأتابع بطولاته وأشوف إيجابياته وسلبياته، ويعني إني أكون حذر وياه وما أستهين وألعب بتركيز. أنا بالنسبة لي أسهل تمرين اللي هي التكنيكات، تكون تلعب تكنيك مع رفيقك، هذا التمرين حلو وممتع جدا. أما تمرين أصعب تمرين عندي اللي هو لما تكون توك راد بعد عطلة وتكون لياقة، هذا التمرين يكون حيل متعب.
نقطة الضعف اللي أحاول أطورها في نفسي إني ما بداية المباراة ما أكون مركز، ما أركز إلا بعد 10 ثواني كذي 20 ثانية أبدأ أركز ولا بعد. أهمية البطولة بالنسبة لي كلاعب كاراتيه أول أهمية اللي هي الخبرة، تكسب خبرة إنك تلعب ضد لاعبين عالميين، لاعبين أبطال. والشيء الثاني إنه ترفع اسم بلدك، ويعني يجيك تصنيف ورانك قوي مع اللاعبين وتصير معروف. الفرق بين المعسكر، تمرين معسكر مع المنتخب، تمرين مع النادي، الفرق مع المنتخب إنك تكون مع أبطال، مع لاعبين أفضل لاعبين في الكويت، فتستفيد خبرة أكبر ويزيد لعبك لأنك قاعد تلعب ويا ناس أفضل منك. أما بالنادي تكون تلعب مع ناس نفس مستواك أو أقل، فما يتطور لعبك. أفضل بطولات التي حققتها مع المنتخب ومع النادي، مع المنتخب حققت المركز الخامس في الدوري العالمي المقام في فجيرة. أما مع النادي حققت ذهبية دوري كويتي، وحققتها في أكثر من وزن، ومن الأوزان تحت 63 وتحت 70. دور مدربيني في المنتخب وفي النادي، في المنتخب كابتن سعد الرشيدي وكابتن جابر الحماد كان لهم دور معنوي إيجابي لي إنه يدربوني وطوروا من تكنيكي، ودور معنوي قبل البطولة قبل لا أدش يحفزوني ويعطوني شنو سلبيات شنو سلبياتي عشان أطورها وإيجابياتي عشان أتطور. أما مع النادي كابتن مجدي وكابتن خالد، كابتن مجدي كابتن من وانا صغير هو الذي أسسني، دور والدي ووالدتي إنهم يدعموني ويحفزوني ويفروا لي كل ما أحتاجه للكاراتيه. علاقتي مع ربعي بالنادي وبالمنتخب أكثر من أخوة، حنا ربينا ويا بعض من حنا صغار بنادي واحد ومنتخب واحد لين كبرنا. اللاعبين اللي شجعوني حفزوني في الرياضة إني أتطور عندك أكثر من لاعب، مثلاً اللاعب فهد العازمي هو منافسي في وزنيني تحت 70 وتحت 63، ورفيجي وصديقي حيل وأكثر من أخو، فتكون منافسة بيننا. لما أشوف مباريات على التلفزيون أستفيد أمور كثيرة، منها الخبرة والذكاء وأستفيد تكنيكات جديدة. إذا كان عندي بطولة أو مباراة، أول شيء أني أكل أكل زين، وأني أنام أكثر من 8 ساعات، وأني أكون مركز، يعني يكون كل ذهني في البطولة، ما أكون متوتر، لأن اللعبة ألعبها أنا للاستمتاع. إذا حاشني أثناء نزال توتر شلون أرد طبيعي، اللي هو أن كابتني يقعد يحفزني بالنزال يقول لي العب طق كذي، وأنا أني ألعب لعبي الحمد لله، ألعب لعبي وما راح يحوش التوتر إن شاء الله. تكون لاعب ناجح أنك تواظب أول شيء بين دراستك وبين لعبة الكاراتيه، بأنك تكون ناجح في دراستك وناجح في لعبة الكاراتيه، وأنك تتدرب بجد وبدون ضحك بالتمرين. أنصح الشباب اللي ما يمارسون هواية أن يمارسون هواية وينمون موهبتهم، سواء في أي لعبة كاراتيه، كمال أجسام، كرة قدم، لأن الرياضة مفيدة بشكل عام لجميع الجسم.